ماله بطنك مثل العنز الولادي بتولول يخرب حنشك. يا ابو سعيد بطني بدي اروح على الدكتور، بدي اروح على الدكتور يا ابو سعيد. بدك تروح على الدكتور بوجودي يا عمو؟ شو مالك مالك شو حاس بطني بطنك بطني حاس بوخز ابر ولا غزغزه سكاكين؟ يا ابو سعيد حاس بفار جوا بطني. اه بروح وبيجي ومش قاعد عم يهدى. فار فار بروح وبيجي قلت لي؟ ها فار قلت لي. ها دواك عندي. اسمع بتركب بالسيارة، انت معكيش سيارة صح؟ انسى. بتركب بالباص وبتطلع بتقول له على سوق الخضرة وبتطق له طقتين على الشباك ببريزة ماشي مشان ينزلك. بتقول له نزلني عند طلوع الميني ماركت، بس تنزل غاد بتروح بوجهك ابو سليم الخضرجي بتقول له بدي من السبانخات، راح يقول لك هاي البسطة تبعت السبانخ. بتقول له لا بديش من هذا اللي على الوجه، بدي من اللي ورا لانه اللي على الوجه ذاوي ماشي. بتروح على ورا البسطة بتلاقي ارنب بوكل بالسبانخات، لا تسولف معه طنشه وضلك ماشي. بتاخذ السبانخات بوجهك على الدار. بتروح من وين؟ بتروح من الطريق قصيرة، لأنه إذا رحت بالطريق الطويلة عمو بيطلع لك الذيب. بتمسك السبانخات عمو وبتغسلهن بمي وخل ماشي مشان ينظفن ويتعقمن. بعدين بتجيب بصلة وبتفرمها ناعمة مع السبانخات وبتفرم السبانخات فرم ناعم. وبتروح بوجهك وين؟ بتجيب طحين وخميرة وشوية مي وبتعجن وبتساوي عجينة لحتى تتخمر ماشي. بعدين بتساوي قراص سبانخ وبتحطهم بالفرن وبتحمرهم مليح مليح، بتحمرهن على الوجهين. وبتجيب لي أبو خمسة ست حبات سبانخ بصحن مع كاسة شاي وبتيجي لعندي دغري. شو يا أبو السعيد مالك؟ شكلك جعان يا ابو السعيد. عمو هذا كله مشان اعبي لك معدتي، مشان اعرف اعطيك الطب المزبوط. لد علي هسع بدي انطيك الوصفه اللي بتجيب خمير بطنك. بترجع مثل الحصان، بتروح بتجيب ضمتين سلمتشي. شو السلمتشي يا ابو السعيد؟ من الصيدليه اجيبها؟ مش من الصيدليه، بتروح على العطار بتقول له بدي سلمتشي وهو بفهم عليك. اصير اشرح لك شو السلمتشي وشو الهاي. سلمتشي ضمتين سلمتشي، وبعدين بتجيب راسين فلفل صيني حار جدا جدا جدا، ضمتين سلمتشي وحبتين ليمون، بتقسمهن وبتعصرهن وبتهرسهن كلهم مع بعض، بتضلك تبرس فيهن تمرس بيهن تاي يصيرن زي المعجون. بعدين بتصير تكور دحابير صغيره عمو مثل الدواحل ماشي مثل القلول، وبترميها ورا طاحونه العقل. وكرر هاي العمليه عمو 3 مرات باليوم لمده 3 سنين. لمدة 3 أيام. يا أبو السعيد أنا معدتي اللي بتوجعني يا أبو السعيد، وشو دخل أسناني يا أبو السعيد؟ شو دخل أسنانك؟ ما هو أنت لو إنك بتفهم ما بتناقشش وبتروح بترد علي، بس ما أنت ما فيش ثقة عمو بيني وبينك. العصارة تبعت السنمتشي هاي والخليط راح تنزل على المعدة، وبطريقها للمعدة راح تكوي كل شيء بطريقها عمو وترجع مثل القرد. اسمع علي، بزقلي كل شيء بثمك عمو، شكله مش عاجبك الدواء هذا، بزقلي إياه، بزقلي من ورا طاحونتك بزقلي إياه. بتروح على الصيدلية بتقول له بدي شوت زيت خروع ماشي، وبتجيبه بس مش تشربه عندي هون. بتروح على باب الحمام وبتشربه، هذا يعني راح يدمر عيشتك 6 أيام، بس مفيد. تأخذ معك عدة وحرام ومخدة ومونة، لأنك راح تقعد بالحمام أبو 5-6 أيام ماشي، وراح ترجع يم برنجة وكالة راح ترجع. المهم هسا الوصفة الجدية، بتجيب الفرقعون وبتنقعه بالمي نقع، مش غلي لأنه في فرق عمو بين النقع والغلي. النقع إنك بتغلي المي لحالها بعدين بتحط فيها الفرقعون وبتتركهم يركضن، الغلي إنك تحطهم مع بعض وتخليهم يغلين على الغاز، بس هذا مش مليح، بيقيم الفوائد كلها والعناصر كلها بتتبعثر، لأنه بصير في عندك اوكسيديشن رياكشن ريدكشن. بعدين هذا كله بيأثر على كريبس سايكل، عرفت علي؟ بعدين كل هذا الكريبس سايكل بعدين بصير عندك ميثوليشن فسفوروليشن، عرفت علي عمو؟ فاهم علي انت؟ فاهم فاتح فمك والله ما انت داري. ما شاء الله عنك يا ابو السعيد، من وين كل هالمعلومات؟ شوف علي عمو، أنا ما بحبش أسولف عن حالي وأنت بتعرف، بس أنا بالزمانات يعني هاي يعني أخذتها عن هواية، قريت الموضوع هذا عن هواية، يعني في مواضيع بتشدك مرات وبتمشي بيها، فقلت أنا لازم أكمل ماستر دكتوراه فول بروفيسور بموضوع فن الأعشاب، يعني لازم. وشو فن الأعشاب هاي يا أستاذ؟ عمو فن الاعشاب انك تمسك العشبه وبتغطها وبترسم بيها، بصير فن الاعشاب. المهم روحت وين؟ بوجهي على الصين. في عالم مشهور عندهم اسمه بابونج، هذا يعني بيعطيك من العلم اللي عنده وما بيبخلش عليك. قام طلعني بعثي بعد ما كملت من عندهم وين؟ على روسيا. العالم اسمه زعتروف غاد، يعني 10 سنين وانا اقرا تحت ايديهم صرت قادر اني اميز بين البقدونس والكزبره. المهم هسه بعد اذنك عمو انا بكمل لك وصفاتي، بعدين عندي موعد عند الدكتور لانه خاصرتي بتوجعني. وبطني يا ابو السعيد. بطنك خلص انا بكمل لك بعدين، انت امشي على اللي قلت لك عليه وان شاء الله ما بلاقيك هون ان شاء الله. بالحنفية والصابون دخل بعيني، قطعت بيت البلدية زي
زي ما بصير بكل صفية. فيش مي بتار وانا شوبان والجونا معقول شو اللي صار خيل استن ثلاث امتار. تعا نطلع على السطوح شكله الخزان مسطوح هذا خزان ممدوح قطعت علينا المية. تعا نطلع على السطوح شكله الخزان مسطوح هذا خزان ممدوح قطعت علينا المية قطعت علينا المية خلصت مية البلدية قطعت علينا المية خلصت مية البلدية. أبو فادي سرق منا مين السكر محبسنا مش هاي طوشتنا علم شكله انقطعنا. فيش مي بالدار وانا شومان والجونا معقول شو اللي صار خير استن ثلاث امتار. دورنا كمان اسبوع بديش اضل مقطوع خلص لي هالموضوع روح جيب لي تنك مية. دورنا كمان اسبوع بديش اضل مقطوع خلص لي هالموضوع روح جيب لي تنك مية روح جيب لي تنك مية دبر لي تنك مية قطعت علينا المية قطعت علينا المية. شباب بدي اعمل قهوه حدا بده؟ الله يسعدك عملنا فنجان معك. وانا اعمل لي معك فنجان بس سكر زياده. انت بتشربها حلوه؟ ليش وانت كيف تشربها؟ القهوه ساده وبس. انت اهبل ومش فاهم شو هي القهوه. انا اهبل؟ انت اللي مضيعها السكر تبعك. يعني شويه سكر مش غلط. ولا تكون انت من جماعه القهوه الوسط. ليش؟ شو مالها الوسط؟ القهوه اذا جعليها شويه سكر بتبطل قهوه. اوعك تحكي اشي عن سكر يا نذل. انا نذل يا غبي؟ انت الاثنين شوهتوا صوره القهوه. يا جماعة مش مستاهلة كلها قهوة. كلها قهوة؟ يا أخي أنت ما عندك احترام لأي شيء. وأنت بالله كيف تشرب قهوتك؟ ما بشرب قهوة. كيف يعني ما بتشرب قهوة؟ ما بشرب قهوة يعني. ما بتشرب قهوة أبداً؟ أبداً. يعني هسا أنا بتصحى الصبح شو بتشرب؟ تلاقيه بيشرب شاي. والله شكله من جماعة الأمريكان. هذول خطرهم أكثر من الناس اللي بيشربوا قهوة وسط. والله تتفضل برا. أنا ما بشرفني أقعد مع واحد ما بشرب قهوة. يا جماعة مالكم كلها قهوة يعني. ولا كلمة. اطلع برا. والله هذا اللي ناقصنا. ناس ما بتشرب قهوة. مش بكفي الناس اللي بيشربوا شاي. ما هو انتو تعون القهوة السادة أسوأ منهم بكثير. اسكت انت يا شريب السكر. انتو الاثنين متخلفين. شيكس عن خامون العظيم كيف حالك؟ لست سعيدا بتاتا. بتاتا أم بندورة؟ أنا أسف أجري بحديثك. لقد اتفقنا بأن تأتي هنا مبكرا ولكنك طعنتني في ظهري وتأخرت وهذه ليست من شيم الرجال. يعني شو عمل لك؟ جايك من الأردن مهندس قد الدنيا يعني ارحمني يعني. أنت أبله. أبله كدبره مش منك من الأفعاء المجلجلة التي في رأسك. إنها ليست أفعاء إنها حنش. أوه ما شاء الله. طيب اسمع يا شخص عن خلون عظيم أنا جايك عشان صحراء القاح التي ورائك هذه. يعني احنا جايبين لك مشاريع اشكال الوان عندنا بالاردن جايين نطبقها عندك شو رايك؟ ايها السفيه ما هذا المخطط؟ عندنا اول مشروع اللي هو مشروع ابراج السادس. وما هي ابراج السادس؟ ابراج على الدوار السادس. وما هي ابراج؟ وما هو الدوار السادس؟ دوار دو ابراج على الدوار. ولا يوجد لدينا دوابير. نبني لك دوار ونحط عليها ابراج وبتطول وتظل معك 4000 سنه. لا 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 اريد هذا الشيء اريد حاجات اجمد. اجمد السقه. أنا آسف. طيب أوكي 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 في عنا مشروع الباص السريع. عجيب. ما تسألنا عنه كثير مش مفهوم ولا حدا فاهمه عنا صراحة يعني بس باص سريع اللي هو الأوتوبيس شو رأيك؟ كمدينة مرمريس قه قه. أها أها لا مضحك صراحة. طيب شو؟ لا أريد هذا الشيء بتاتا أريد حاجة تكسر الدنيا تكسير أحلام. أحلام حبر قهقاها. طيب أنا معرفش عوم بحبر مي. عوم من أمامي. طيب خلص خلص آسف هذا المشروع الأخير هذا 100% راح يزبط معك.
رح نبني لك عمارة أو بناية على شكل هرم أو مثلث. شو رأيك؟ عجيب. عجبك صح؟ استحوذ على أفكاري. حلو. كم واحد كم حبة بدك؟ أريد 13. حلو. 13. نبني لك 13 هرم. كم وبنعطيك معهم هدية أبو الهول. شيء بنأخذ رأسك نعمل عليه تمثال نعمل عليه أسد. هاي فكرة هسه طلعت. شو رأيك؟ Yeah.